المعارضة السورية ترد على المعلم وتقول إنها تريد خلال محادثات جنيف تشكيل هيئة حكم انتقالية بدون الأسد. الجيش الوطني يحذر من ألغام زرعها متمردو الحوثي وصالح بتعز ومزيد من المساعدات السعودية عبر الحدود. وفد من حركة حماس يغادر غزة إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين بهدف حل الأزمة بين الجانبين. الصدر يدعو إلى اعتصام في المنطقة الخضراء في بغداد للضغط على حكومة العبادي لإجراء إصلاحات. أثينا تحذر من تدهور أوضاع اللاجئين على الحدود المقدونية وتصف ما يجري بالعار على الحضارة الأوروبية.